قرار أثار الجدل في الأوساط التعليمية، إلغاء جميع إجازات المدرسين في مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم حتى يتفرغ المدرسون للدراسة في المدارس ولا يكون لديهم الوقت للدروس الخصوصية. وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بمحافظة الفيوم والذي تولى مهام منصبه من أيام اختلف على قراره كثير من الطلبة والطالبات. القرار في حد ذاته طبعا بالنسبة لنا احنا كطلبة غلط، لأن الواحد من ناحية الدروس الخصوصية فبره في الدروس بيستفاد أكتر ما بيستفاد في المدرسة. يعني مثلا ده نتكلم من ناحية الكم، في المدرسة مثلا بيبقى عندك أنا فصل مثلا 50 طالب، لكن أنا في الدرس يعني مثلا يكون معايا مثلا على الأكتر خالص 20 طالب مثلا، ده لما يبقى كتير. هو ممكن القرار ان هو يعني يساعد المدرسين ان هم ينتظموا في المدرسة، فالمدرسين ينتظموا بالتالي ان الطلاب هينتظموا. بس هل المدرسين يعني ما احنا نعمل القرار ده هل هيلتزموا ان هم يعني الشرح في الفصل؟ شايف ان ممكن المدرسين يعندوا ويعاقبوا الطلبة ما يشرحوش بشكل كويس. انا شايف ان هو ممكن يعني الموضوع ده يخلي المدرس ان هو فعلا يعند في الطلبة. طب هو كده الطلبة يكون ذنبهم ايه؟ قرار حكيم وانا معاه وبأيده، لأن الفترة فترة حرجة، وتطبيق قرار جديد أو منع المدرس من الهروب من الحقل التعليمي بأجازة مرضية أو لآخره، أنا بأيده. قرار حكيم لتنظيم البيت، وخاصة السيد وكيل وزارة لسه جاي جديد محافظة وعايز يعني يرتب الوضع القائم بالنسبة لموضوع المدرسة ومدرسين ثانوي. الدولة بتعمل مرتبات للمعلمين وميزانية كبيرة وتتكفل بيها، والمعلم يسيب المدرسة أو بعض المعلمين يسيبوا المدارس ويروح يدي دروس خصوصية برا. إحنا صحيح مش هنقدر نقضي على الظاهرة دي، لكن هنحد أي حد من ظاهرة الدروس الخصوصية. المدرس بياخد أجازة بمسمها نص أجر، بيجي يومين في الأسبوع فقط وبياخد 60% من الأجر. الكلام ده بيهدر وقت وبيهدر مبالغ مالية كبيرة على الدولة، فبيعملوا أثناء العام الدراسي. جميع المدرسين اللي بياخدوا أجازات جزئية الملاحظ عليها، ولو اتعمل بحث واستقصاء للموضوع ده هنجد ان هم بيحصلوا عليها من 1/10 لحد 1/5. ورغم تقبل المدرسين لهذا القرار الذي يهدف إلى انتظام المدرسين وبالتالي انتظام الطلبة في الحضور إلى المدرسة، إلا أن هناك آخرين يرون غير ذلك. شايف أن قرار وكيل وزارة في الفيوم قرار خاطئ. أنا لو هو الوزير وكيل وزارة عمل هذا القرار، طبعا مش في الفيوم بس، في أي مكان، لأن الفيوم دي جزء من جمهورية مصر العربية، وجمهورية مصر العربية بحكومة قانون، والقانون هو اللي بيبتدي إنه يخلي كده. طبعا أنت كولي أمر وجود المعلم في المدرسة بيساعد ابنك على الوجود في المدرسة والاستفادة. أنا ابني ما هو موجود في المدرسة، وفي نفس الوقت لما ابني يكون موجود في المدرسة ما فيهاش مشكلة إنه هو في الآخر خالص يبتدي إنه هو يستفيد من المدرسة ومن برا المدرسة، ما هو بيبقى موجود في المدرسة. أنت شايف إن الدروس الخصوصية كمان مفيدة؟ خلينا نتكلم بصراحة، كل اللي موجودين من الاوائل وكل اللي بيطلعوا بالاوائل بيقولوا لك احنا بناخد دروس خصوصيه، تمام؟ ما مش هنكذب ونقول المدرسه هتبتدي ان هي تعمل. لا، انا بقى لي اقتراح تاني خالص في مساله الدروس الخصوصيه. مساله الدروس الخصوصيه قبل ما حضرتك تبتدي انك انت تحارب المدرسين بالطريقه كانهم بقى عجائلين دلوقتي، وتبتدي انك انت تقول انا بقفل السنترات بتاعتهم وكلام زي كده، لا، انت حضرتك وفر لهم البيئه السليمه جوه المدرسه، وفر لهم البيئه الصح جوه المدرسه، وفر لهم الوقت المحترم جوه المدرسه، وبعدين بعد كده اقول لهم اتفضلوا. يعني انا دلوقتي كده مدرس مثلا رايح اقول له انا عايز اخد اجازه نص اجر، هيقول لي لا؟ ما انا ببساطه شديده جدا ارفع عليه قضيه في هيئه قضايا الدوله. بس لصالح العمل، من حق رئيس العمل ان هو يرفض الاجازه. صالح العمل ما يتعارضش مع القانون. انا القانون بيسمح لي ان انا اخد اجازه. ملف التعليم شغل الراي العام المصري بشكل كبير في السنوات الاخيره، وبات تطوير المنظومه التعليميه امر يحتاج الى مزيد من القرارات الحاسمه ولمزيد من الدعم المادي للخروج بمنتج تعليمي افضل.